فريق الهوكا. البداية طبعا كان بالنجم المباراة بدون منازع اليوم هو علاء عبد الزهرة الذي يستغل أول 20 ثانية بهذه الكرة العرضية من برهان صهيوني وكرة رأسية في شباك محمد أديب حارس مرمى ظفار ليكون أول أهداف لمصلحة فريق الهوكا. ثم الهدف الثاني سيكون بتوقيع ذات اللاعب علاء عبد الزهرة طبعا الهدف في الدقيقة 18 والخطأ الكبير للدفاع فريق ظفار الذي غاب كثيرا هذا الدفاع في هذه المباراة وقبل 3 دقائق من عمر نهاية الشوط الأول فريق ظفار يقلص النتيجة بهدف يتيم ووحيد عن طريق أحمد النوبي. الشوط الأول إذا انتهى بهدفين مقابل هدف واحد لمصلحة فريق إدهوك الذي لم يكتفي بهذه الأهداف بل عاد في الدقيقة 48 بتسجيل الهدف الثالث عن طريق علاء عبد الزهرة. للآن بالنسبة لعلاء عبد الزهرة في هذا اللقاء 3 أهداف لعلاء عبد الزهرة وهدف رابع لمصلحة فريق إدهوك أو العراقي أو هدف ثالث ثم هدف رابع في الدقيقة 50 من عمر هذه المباراة عن طريق برهان صهيوني يسجل هدف بعد أن صنع هدف لمصلحة علاء عبد الزهرة. الدقيقة 50 شهدت رابع الأهداف بالنسبة لفريق إدهوك العراقي فرحة كبيرة جدا. ثم الهدف الخامس لهذه الكرة الرأسية عن طريق علي دياب في الدقيقة 89 من عمر هذه المباراة وعاد فريق إدهوك العراقي ليطبع السداسية في الوقت بدل الضائع عن طريق علاء عبد الزهرة الذي سجل طبعا سوبر هاتريك في هذه المباراة وبالتالي كان فوز ثمين لفريق إدهوك ب6 أهداف مقابل هدف واحد. هذا